السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تتفرج على اليوتيوب ففي برنامج اوبن سورس مجاني بيحافظ على الخصوصية بتاعتك، جوجل مش تقدر تعرف انت اتفرجت عليه قبل كده، تقدر ان انت تتفرج على اليوتيوب براحتك ومن غير اعلانات، وتقدر تحمل اي مقطع يعجبك على الجهاز بتاعك وتشغله زي ما انت عايز، ويقلل من توجيه اليوتيوب لايه اللي تتفرج عليه، الاقتراحات اللي هو بيعملها. فبالنسبة له هيبقى جميل جدا تركز على الحاجة اللي انت عامل عليها سيرش او الحاجة اللي انت عايزها. والبرنامج ده ترجم لستين لغة، وتقدر تنزله على الاندرويد من خلال باكج اسمها اف درويد، وده بتلاقي عليه كل البرامج الاندرويد الاوبن سورس المجاني. وفي ميزة جميلة كنت انا بدور عليها من زمان، ان انت تقدر تقول له انا عايز احمل الصوت من غير الفيديو، فكأنك بتتفرج على بودكاست، يعني عجبتك درس معين او حاجة معينة لكن انت عايز تحملها من غير الفيديو، عايز تحمل بس صوت، فهو هيديك الامكانية دي ان انت تختار الدقة اللي انت عايزها، تختار عايز فيديو او عايز صوت، فهو مش ملتزم بقوانين اليوتيوب اللي هو عاملها. وتقدر تجرب تشتغل برضو على الساند كلاود او بدل اليوتيوب زي بير تيوب، فهو بيخرجك من اسر اليوتيوب وهيقلل الاعلانات، وهو مست ان هو سريع وحجمه صغير، فهتستمتع بيه ان شاء الله.